بجدية كبيرة يواصل نادي اتحاد الحراش تحضيراته قبيل انطلاق الموسم الكروي. الاتحاد الذي حافظ على جل ركائز الفريق اعتمد هذه المرة على استقدام لاعبين شباب مع تدعيمهم بذوي الخبرة متعددي المناصب. اللاعب اللي جبناهم احنا كاع جبناهم من لي ديفيزيون التحتانيين عبار يونس ما اللي راح وعاود ولا ان شاء الله بربي نأدي موسم جيد مع فريق الحراش اتحاد الحراش. صافي عندي ديزاني وانا في الحراش جو بونس لو جروب لا با شانجي يا في الجروب يا بوكو جون جو بونس ديجا زون دي كاليتي بوف كيما يقول لك يقدروا يمدوا الفريق اتحاد الحراش. سبع مباريات تحضيرية لعبها أشبال المدرب علام شارف والهدف هو تقديم أداء في المستوى ككل موسم مع فارق حظ الألقاب هذه المرة التي غابت عن خزائن الفريق بالرغم من المردود الجيد. المباراة اللي عندنا نهار الجمعة إن شاء الله مع شباب الثورة وين راح إن شاء الله نكون في دخلنا بمنافسة بأحسن ما يرام إن شاء الله. وبالرغم من تكرر المشاكل نفسها مع بداية كل موسم إلى أن اتحاد الحراش يبقى أحد الأندية التي تلعب ورقة الاستقرار وهو ما جعل النادي قيمة ثابتة فنيا بالخصوص في البطولة الوطنية.